مساء الخير وتحية لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم بتتابعونا مباشرة عبر شاشة الام تي في. من جيلك بينطلق بحلقة جديدة مع أربعة مشتركين، بيناتهم مشترك تعرفتوا عليه امبارح برصيده $1000 بالموبري توب، وحب اليوم يشارك لحتى يزيد فرصته بالربح ويربح $1000 جديد. ما تنسوا أكيد تتواصلوا معنا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان تويتر، إنستغرام، سناب شات، واستخدام هاشتاج من جيلك. جوائز قيمة رح بتكون من نصيبكم بالجولة الثانية مجرد ما علق معكم الخط، ولكن الجولة الأولى نتعرف فيها على المشاركين الأربعة، ومن بعدها بنمرق ب 16 سؤال، 1600 نقطة كيف رح يتوزعوا على المشتركين، بنشوف بعد لحظات. أول مشترك معنا هو بسام شهاب، أهلا وسهلا فيك، عمرك 58 سنة. بسام تعرفوا عليك المشاهدين امبارح وفزت ب $1000 من موبري توب، كيف الأصداء بعد حلقة امبارح؟ كثير حلوة كانت الأصداء. حضرت حالك الزيادة؟ كيف يعني؟ يعني مثلا قريت زيادة، طلعت زيادة، ما بعرف انت بدك تقول لي. يعني مبدئيا صار اريح بس ان شاء الله، ان شاء الله بتوفق اليوم بالحلقة. بسام بدك توجه تحية، قلت لي تفضل. اثنين بس. يلا قول. تحية كثير كبيرة لأختي هيفا ومي. وصل. ولا خالد وعمر كثير كبير. صاروا أربعة. بس. لا تحيتين. كل واحد. بوصل مش مشكل، فيك تاخذ، عم نمزح معك، فيك تاخذ الهواء قد ما بدك، أنت نجم من نجوم البرنامج. أما المشترك الثالث فهو شادي خليفة، عمره 38 سنة، أهلا وسهلا فيك شادي. يعني حضرتك نيوز إديتور، معد كمان برامج ومترجم، وبنفس الوقت أستاذ لغة إنجليزية، كل هول جمعهم وجاي اليوم بمن جيلك لحتى تتحدى بسام وتربح. خبرنا أكثر بيتر. طبعا شادي، طبعا طبعا نحن جايين نتسلى. انا بحيي كل المشتركين وبشكر كل المشاهدين اللي عم يحضرونا اليوم، وبالنتيجه نحن الانسان قد ما بيعرف معلومات بيكون ما بيعرف شيء، لانه البحر المعرفه كثير كامل. طبعا فنحن اليوم جايين نتسلى، خلينا نقولها بهالطريقه ونعمل حلقه ممتعه سوا. شادي قد ما فيك جرب اقناع المشاهدين بالجوله الاولى يختاروك، لانه الجوله الثانيه كثير مهمه لك. موفق بالحلقه. وثالث مشترك هو بيتر سلامه، عمرك 24 سنه، خريج كليه الفنون، بيعشق المسرح وشاطر كثير وعنده سعه اطلاع، وجاي اليوم يتحداهم جميعا، ما هيك بيتر؟ شو هواياتك؟ هواياتي الرسم، دانسينج. اوكي. والمسرح حكي. والمسرح يعني اليوم تلفزيون، كل شيء فنون، فنانون فيه يهتموا، هيك يوكلوا امرهم معك يعني. شو هيك هيدي ما بتنفع كثير. على كل من نتعرف عليك اكثر خلال الحلقه. اما اصغر واهضم مشترك معنا عمره 10 سنين، كارل شربل، بياخذ العقل. طلعوا عليه شوفوا ما احلى هالشاب، بياخذ العقل. كارل كيفك؟ منيح. قد ايه محمس اليوم؟ كثير. باي مدرسه انت؟ بالبرجوك. واي صف؟ أبي سايك. شو جاي اليوم تعمل كار؟ اتصلى أول شيء واربحهم. بدك تربحهم، ايدك على البزر اكيد. نعم. وبجمع النقاط لحتى نربح من الموبري توب $1000. اكيد بتعرفوا مشتركين، كل ما جمعتوا عدد نقاط عالي كل ما زدتوا فرصكم وتربحوا من الموبري توب جايزه قيمه. طبعا بنشوف سوا شو فيكم تربحوا من الموبري توب. ألوف الدولارات تقدمة موبيلي توب رح تكون من نصيب المشاركين ببرنامج من جيلك خلال شهر رمضان المبارك. وفعلا شو ما كان جيلك وشو ما كان ستيلك، موبيلي توب هو العنوان لجميع الأذواق والميزانيات، مودرن أو تقليدي، فانكي أو شيك، لداخل البيت أو للتراس، مفروشات أو أكسسوارات. عند موبيلي توب الرابح قادر يجهز بيته على ذوقه. شادي، بيتر، كارل، بسام معه $1000 من الموبري توب. اليوم انتم فيكم تجوا تتحدوه وتقشوه $1000 الليله، لانه هذيك اول وحده صارت معه بجيبته. جاهزين للجوله الاولى؟ نعم. صار وقت من جيلك الجوله الاولى. طبعا 16 سؤال، البزر امامكم، ركزوا كثير منيح، نسمع السؤال للاخر يا كار، بدها سرعه لحتى نجاوب اجابه مضبوطه. على كل سؤال عندكم محاوله وحده، بحال كانت اجابتكم مضبوطه بتربحوا 100 نقطه، اذا كانت اجابتكم خاطئه بنحجب ال 100 نقطه عن الاربع مشتركين. جاهزين؟ يس. يلا. السؤال الاول، اغنيه ماجالينا للمؤلف سيرجيو مانديز اطلقت باي لغه؟ ماجالينا. إسباني. البرتغالية شادي، خطأ. السؤال الثاني، من هي المطربة التي غنت نص القرب رسمت له على الورقة وبعثت له؟ شادي. نوال الزغبي. نجمة الذهبية نوال الزغبي، مزبوط. 100 نقطة لك، وأكيد فيكم تحجزوا مكانكم بأعياد بيروت ب 16 تموز لتحضروا حفلة نوال الزغبي. برافو شادي، ركز كثير منيح يا كارو يا بيتر يا بسام. السؤال الثالث بيقول، في فيلم تروي
إنتاج أنتج سنة 2004 من لعب دور البطل أكيلس؟ ولو معروفة بتروي أشقر عنده هلا كم صاروا 7 8 أولاد بسام جوزة لأنجلينا جولي بدي الاسم يا بسام خطأ براد بيت ما بنحسب لك المية نقطة لا عم بمزح كنت براد بيت لعب تروي صح ولو بس بدنا الاسم للجواب لازم يكون عندنا براد بيت عن مزح يا ردك قلت الاسم كنترول بنحسب له إياها كنترول بقى ما مشكلة سؤال الرابع انبسط كارل أي مدينة تعرف بمدينة الضباب بسام لندن لندن 100 نقطة لك مظبوط سؤال خامس بيقول ما هو جمع كلمة ميزان بسام ميزين عفوا موازين. خطأ موازين سؤال جديد بيقول شخصية خيالية يستطيع أن يطير وورد على كوكب كريبتون من هو بيتر بان سوبرمان خطأ بيتر معنا لأنه اسمه بيتر وكريبتون هو تحديداً كمان في حجر لونه أخضر بكريبتون كل ما بيشوفه كل ما بيضعف قوته لسوبرمان سؤال جديد بيقول ما اسم الهرمون الذي تفرزه خلايا داخل البنكرياس وهو يحافظ على مستوى السكر في الدم بسام إنسولين الإنسولين 100 نقطة لك مظبوط سؤال جديد بيقول بنسمع السؤال للآخر وبنحط إيدنا على البزر ما هي أكبر جزيرة في العالم؟ بيتر يونان لا لحظة لا ما جرينلاند خطأ بنحجب عنكم يونان مش جزيرة اكزاكتلي جزر انت رحت على جزر اليونان جرينلاند يعني تعرف بأرض الناس تحديدا سؤال جديد بيقول من هي نورما جين بيكر شادي مارلين مورو مارلين مورو مظبوط كانت ساحرة بجمالها وأنوثتها وتوفيت عن عمر 36 سنة بعام 1962 وما زال ما بيعرف انتحرت أم قتلت شادي 100 نقطة لك وسؤال جديد من أي بلد يأتي طبق البايلا أم البايلا؟ إسبانيا مظبوط بسام 100 نقطة لك البايلا متعارف عليها ولكن بالإسباني البايلا بس خبرية أيضا حلوة عن هالطبخة يا كان لما حضروها يعني بالعصور القديمة كان الملك فايق جوعان كان قبل عامل سهرة كتير حلوة وكتير كبيرة وأكل وشرب وكل شيء فاكتشف إنه الطباخ شو بدي حضر له بآخر وقت كل شيء فضلات ركبهم في بعض لحد طلعت معه البايلا ولليوم تعرف مخلوطة مخلوطة أكشلي إذا بدك والفتوش كمان بيقولوا عنده نفس القصة واليوم تعرف بأغلى الأطباق وأفخر الأطباق من المأكولات اللي بيقدموها على الطاولات والمطاعم سؤال جديد بيقول ما هو أول عنصر في الجدول الدوري للعناصر الكيميائية حدا عنده جواب بسام هيدروجين الهيدروجين مظبوط 100 نقطة برافو عليك بسام سؤال رقم 12 بيقول إلى أي كلمة يرمز حرف الإي في كلمة إيميل؟ إلكترونيك إلكترونيك 100 نقطة لك برافو عليك وكان أول بريد إلكتروني بوعث يعني أو تم هيك بعته كان عام 1971 سؤال رقم 13 بيقول من الحاكم الروماني الذي أقدم على إحراق روما سنة 64 ميلادية؟ نيرون نيرون 100 نقطة يا بسام مظبوط سؤال رقم 14 بلايكا هي أول حيوان زار الفضاء ما كان نوعها؟ بسام ناجي هديك دولي استنسخوها هي أول حيوان زار الفضاء هو يعني كلبي سوفيتي وكانت هيك بشوارع موسكو متشردة وكانت عام 1957 سؤال جديد بيقول كم قيراط يوازي الذهب الخالص؟ بسام 24 قيراط 100 نقطة لك برافو يا بسام السؤال الأخير بيقول ركزوا كثير منيح ما هو أكبر بلد في القارة الأفريقية من حيث المساحة؟ مصر الجزائر قصدي الجزائر قصدي بيمشي أول جواب هو بناخده بعين الاعتبار وهي كانت السودان قبل ما تنفصل وتحية أكيد للجزائر يلي مساحتها 1,381,741 كيلومتر مربع وتعتبر عاشر أكبر بلد حول العالم من حيث المساحة كيف توزعت النقاط بالجولة الأولى منشوف سوا على الشاشة بسام بعدك محافظ على الصدارة مثل امبارح 600 نقطة شادي 300 نقطة برافو عليك بيتر وكارل متعادلين ولا نقطة مش مشكل الجولة الثانية أكيد فيكم تقلبوا المعادلة هيدي كانت فرصتكم لحتى تعرفوا المشاهدين وين نقاط القوة عندكم وين نقاط الضعف مشاهدينا كونتوا فكرة كتير حلوة عن المشتركين فاضل تتصلوا فينا ويعلق معكم الخط بعد الفاصل تابعونا